نفرح الساعة كي نلقى هكا شاب من شباب تونس هكا تخدم في الفلاحة أول حاجة. ثاني حاجة الفلاحة ديجا وذي كله يرجع الفضل البابا فهمتني. الحمد لله عندي 10 سنين في الدومين مليانة صغيرة معناتها مع باب كنت معاه وتو معناتها كي كبرت سي بون خليني أنا تو شد ثنائي. لا واللوك نتاعك ما يوحيش اللي أنت فلاح يعني لو كان نشوفه خو كلها غاديك اللي يغزلك اللي يغزلك من بعيد يقول لك هذا باز تاجر ولا سمسار ما تجيبيش فيا اللي أنا فلاح تشوفني في الشارع ما تقولش اللي أنا ما تقولش فلاح يزينا تقول أنت ماك ال ليه ولا ليه مش شنو دنجري ليه نلبسه معناتها في الدار نلبسه عادي وحش تلبس انت باش تمرمى انت هذاك تلبسه وقت اللي نهبت للفيرما ولا نهبت وقت وقت الخدمه خدمه وقت خروج ودنيا وبطبيعه واحد حاجتك من هكا لازمنا نوعيو بهم الشباب اللي خلينا نقولوا قدامي قص نجاح ما نعرفش شنو هي الخفايا نتاعها اما ما دامك هكا تخدم وثاني الركبه وهكا واكل هنا تحب توصل راهو توصل عطيك حاجة تحب توصل توصل تحب تخدم تخدم موجودة الخدمة موجودة الفلوس توكل على ربي خويا وتخدم. بالنسبة لي أنا توا عندي فورماسيون باتيسري فرونسيز وعندي دبلومي كل شيء كملت قراية وخدمت شوية وأنا خدمتنا احنا الفلاحة معناتها فهمتني المهم توا نخدم في الفلاحة كمل الفلاحة معناتها كمل العيد وعندنا فلاحة معناتها نزرع وكل وقت اللي نحب نخدم نخدم معناتها بدبلومي فهمت ماهيش واقفة الدنيا على الخدمة هذيك هكا عندي أنا خدمة كل اما منا ومنا هك ما نقفوش معناها فهمتني الحمد لله الحمد لله بالطبيعه الحمد لله واحد ديما يقول الحمد لله كاو فضل ذي كله يرجع البابا ودارنا الحمد لله الحمد لله ديما اخويا واحد يقول الحمد لله تلقى هكا كنت بوس من دار من من, من الوالد اللي هو يشجعك على الخدمه هذيا هو اللي شجعني هو اللي حطني في الثنيه ذي وانا فرحان وحاجه به على الاخر ما تعرفش قديش هي حاجه مريحه وباهيه اوكي باهي نفهم اللي هي مريحه لكن خليني نمشي بك ابعد من هكا اللي يقول لك علوش والريحه وترشنيه والوسخ نتاعو وبشر فهمتني ولا فهمت. خليني نحكي لك بالمقارنه بالمقارنه للوك نتاعك تو انت ركزت مع اللوك نتاعك لا خاطر صغار باش تلقى فهمتني ولا ومام طون يعني لازم تكون لابس بالقديم عادي محترم مودرن فهمتني احنا نعملوا في حاجه نشيخوا عليها فهمتني حاجه نسيخوا عليها بالطبيعة وذي نعملوا فيه كل خدمه ذي نعملوا فيها بحب يعني مش كيكه يعني على بعض فهمتني حاجه من الجد ذي خدمه من قبل ديجا عندنا باهي الاسوام تاع العلالي شو كنت نعملوا دور نشوف تاكيد نشوف بسم الله اه انا كذا 11100 اعطيني الساعة هذا اللي هذا الراس وكحل هذاك الراس وكحل هذاك 15 باهي وكل اللي الراس وكحل فيه بوند بيضة هذاك هذاك 16 باهي وهذا عندك هذا 11100 باهي والاسوام كيفاش ترى فيهم؟ والله احنا بحكم احنا نصرفوا معناتها بالنسبة للمواطن غالية معناها فهمتني حتى احنا صدرنا نصرف في مصروف معناتها في النار والعلوش كونسومي لك في 3000 فهمتني كيفاه؟ انت في الشهر يصرف على الاقل 100000 هكاك في الشهر يكونسومي 100000 العلوش 100000 ضحك ولا فهمتني يعني هذاك علاش هو تو الفلاح كيقول لك كيقول لك يقعد عندي مثلا 4-5 شهور يقول لك 500000 باش تكلف اي 3 شهور هذوك باش تكلف فيهم 300000 250000 اقل حاجه فهمتني علاش هو سنين غايه على خاطر عامني وما فماش ستابا نتاع قرد دونك القرد في الشتاء يخدم ب 35-40000 علاش احنا تو غالي علوش خاطر احنا في الشتاء شرينا العلفه بالغالي شرينا القرد ب 30000 35000 دونك بطبيعته العلوش معناتها باش يغلى معناتها فهمتني والعلفه كيف غاليه زاد دونك سرقه العلوش غالي كان جات العلفه رخيصه ديما نرجعوا للعلفه راه كان جات العلفه رخيصه يرجع العلوش رخيص كما لكن قبل. المواطن التونسي خلينا نقولوا التونسي الزوالي اللي كيفي كيفك يقول لك انا تو تحكي لي 1.5 مليون وانا نخلص 700 سو كل قدير وقدره راه فما شكون ياخذ 1.5 مليون فما شكون ياخذ بالزملين فما شكون ياخذ بالزملين ونص فما ديجا شوا فما من 600 وانت ماشي معناها لكن 600 اللي ديما نقولوا 600 و700 و1.5 مليون كانوا عم ناول في الوقت هذا نحكيو على تلقى مليون تلقى تو ب 600 و700 اما علوش صغير فهمتني علوش صغير تعرس الرئيس تعزز من الناس مش حتى متعزز من الناس يعني كي تشوف بالمقارنه بعم ناول تاع 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 1.5 مليون سنه عم ناول مليون اي ريت تو بالنسبه لعم ناول السنه العلوش زاد فما 300-400 ألف زادهم من عام ناول السنه العلوش معناها زاد في 300-400 ألف مثلا العلوش ياخذوا ب 800 فهمتني شريته ب 800
باش تخليه عندك ما عرفش قداش شريته وقداش باش يبقى عندك بيريود. باش تعمل انت تضرب الكالكول نتاعك. اي بتبيع شريته ب 800 مثلا صرفت عليه 200,000 الفا. دونك باش تبيعه بمليون و100 مليون و200 ديما عندك 50,000 ربح 100,000 ربح. دونك المارج كوميرسيال نتاعك. اي دونك انت يعطيك ترجع فلوسك اول حاجه اللي صرفتهم واللي شريت بهم. الحمد لله وربي يجيب لك القسم يرحم والديك عايش وربي يعطيك الخير كهو يرحم والديك عايش.